تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن باريس مراسلتنا عزة غريبة للوقوف على آخر هذه التطورات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وخاصة ملف الطاقة. أبدأ معك يا أريج، إذا دول السبع تضع سقف يعني سعر النفط الروسي، وموسكو تهدد، إلى أي درجة موسكو قريبة من تنفيذ هذه الوعود؟ فيصل، في الحقيقة موسكو طبعا أصدرت هذا الوعيد بأنها لن تمد الدول التي ستحدد هذا السقف في سعر الغاز. اليوم يتحدث نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف عن وضع سقف من قبل الدول الغربية على سعر الغاز الروسي، وهو بذلك يشاطر الموقف الذي كان قد تحدث به نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك يوم أمس، وتحدث عن أن موسكو لن تورد النفط الروسي لمن يضع سقفا لسعره من الدول الغربية أو من الدول غير الصديقة كما تتحدث موسكو. طبعا ليس هذا الموقف كما ذكرت جديدا، موسكو قد حذرت من هذا الأمر في تصريحات سابقة وفي مواقف سابقة. أيضا هي حاليا ترى بأن كل ما يلف حاليا أوروبا من أزمة على وقع فقدان الغاز أو توقف الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 سببه العقوبات الأوروبية، سببه العقوبات الغربية، وهذا الطريق الذي اختارته هذه الدول على ما يبدو هي تصر وتنهمك في المضي به عوضا عن حل المشاكل المتعلقة برفع هذه العقوبات، على الأقل فيما يتعلق بصيانة المعدات التقنية التي تشغل أنابيب نورد ستريم 1 مثلا، أو على الأقل البدء بتشغيل نورد ستريم 2 كما كان قد تحدث اليوم رئيس مجلس الدوما أيضا في تصريحات سابقة، حيث أشار إلى أن الدول الغربية الدول الأوروبية لن تستطيع أن تستغني عن موارد الطاقة الروسية، عن الغاز الروسي في القريب العاجل، وإن كانت تريد حل هذه الأزمة، إن كانت تريد حلا لأزمة ارتفاع الأسعار التي تعتري حاليا الأسواق، أسواق الطاقة، أسواق النفط وأسواق الغاز، فيجب أن تبادر إلى حل مكامن المشكلة، المكامن المشكلة في العقوبات. ما قبل هذه العقوبات كان كل شيء على ما يرام، تقول الرواية الروسية، يقول المسؤولون الروس. لكن ما بعد هذه العقوبات بدأت كل هذه العراقيل. إذن يجب معالجة المسببات وليس معالجة وليس فرض المزيد والمزيد من العقوبات ومعاقبة روسيا. فإن كانت هذه الدول ماضية في هذه العقوبات وفي فرض المزيد منها بما فيها وضع سقف لأسعار الغاز والنفط الروسيين، فإن موسكو أيضا لن تقف دون ما جواب، وستجيب بأنها لن تورد مصدري الطاقة المذكورين إلى الدول التي ستبادر إلى ذلك. وننتقل إلى باريس معك عزة، يعني مجلس الدفاع برئاسة ماكرون استبق إعلان الدول السبع باجتماع على أعلى مستوى لأول مرة، ما الذي تخشاه موسكو، أو عفوا ما الذي تخشاه باريس، ما هي الأولوية الأساسية لمثل هذا الاجتماع الآن؟ يبدو بأن الأمور تتطور بشكل خطير فيصل. هذه الأنباء التي وردت للتو عن اتفاق وزراء المالية في دول السبع على وضع سقف لسعر الغاز الروسي، وقبل ذلك دعوة أورسولا فاندرلاين وهي رئيسة المفوضية الأوروبية إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسي على المستوى الأوروبي. هذا الأمر والرد الذي أحدثه في روسيا يبدو بأنه كان أيضا على طاولة مجلس الدفاع هنا في باريس. إذن التطورات خطيرة ومتسارعة، وهناك خطاب منتظر لفوندرلاين أعلن عنه للتو في 14 من الشهر الحالي لتوضيح خطة وضع سقف لأسعار الغاز. تقول فوندرلاين بأن السبب الأساسي فيها هو ما تصفه بالتلاعب الروسي بأسعار الطاقة. الأوروبيون ليسوا مقتنعين بالحجج التي تقولها روسيا وتتذرع بها لوقف أو خفض إمدادات الغاز إلى أوروبا، وهي ملأت مخزوناتها بنحو 80% على المستوى الأوروبي، على المستوى الفرنسي هي أكثر من ذلك، وهناك خطة للتقشف والتقنين قد أقرت إن كان في فرنسا أو في الدول الأوروبية الأخرى لخفض استهلاك الطاقة. إذن العين على الطاقة اليوم، هذا الاجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي الذي عادة ما يناقش أزمات الأمن، اليوم هو يناقش أزمة الطاقة. الاجتماع هو الأول ولكن لا يتوقع أن يكون الأخير على هذا المستوى. سنبقى للاطلاع منكما دائما عن هذه التطورات من باريس مراسلتنا عزة غريبة.
غريبة. ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد، شكرا لكما.